بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب لير كومبوند. طبعا انتهينا مع الصوتين، صوت آي طبعا كما يكتب بالطريقتين في حالة مذكر ومؤنث، ثم الصوت أي الذي يكتب طبعا بأي آل في حالة مذكر، ثم يكتب بأي دوزيل أو في حالة المؤنث. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى صوتا آخر اللي هو صوت ك. صوت ك كما نلاحظ il y en a plusieurs méthodes pour écrire ce son. طبعا هناك عدة طرق لكتابة هذا الصوت طبعا حسب كلمات. طبعا في هذه الفقرة سنرى صوت ك الذي يكتب ك متبوع ب اي ك سويفي دو اي. On va voir aussi d'autres situations où on écrit ce son avec K. سنرى حالات أخرى طبعا التي يكتب في هذا الصوت بك كما نلاحظ. إذن عندنا الصوت ك الذي يكتب كي إي، نفس الصوت طبعا في حالات أخرى يكتب بك. مثلا نقول كو فوليفو، كو فوليفو ماذا تريدون. إذن عندنا هاد ك ماذا. إذن كما نلاحظ هذا الصوت، صوت ك أنه يكتب كي إي. كو فوليفو، كو فوليفو ماذا تريدون، ماذا تريدون أو ماذا تريدنا. بمعنى آخر ماذا تريدين، مثلا الشخص يقول للسيدة ماذا تريدين، أو السيدة تقول للشخص ماذا تريد، ماذا تريدون. نستعمل الجمع هنا كصيغة للاحترام. كو فوليفو. Quelques vêtements, quelques vêtements. بعض الألبسة. Quelques. بعض. Quelques كما نلاحظ أن جاء جمعا، لأننا نتكلم على الجمع. Quelques vêtements. بضعة ملابس مثلا. إذن كما نلاحظ بأن كلمة quelques أنها تتضمن هذا الصوت الذي يكتب بهذه الكتابة. ولا يكتب الكتابة. quelques vêtements بعض الألبسة. المقصود هنا je veux quelques vêtements، أنا أريد بعض الألبسة. que voulez-vous ماذا تريدون. quelques vêtements بعض الألبسة. c'est pour qui، c'est pour qui هي لمن، هي لمن، إنها لمن. المقصود هذه الألبسة هي لمن، هل هي لرجل كبير، هل هي لطفل صغير، هل هي لسيدة أو بنت. إذن سي بور كي، سي بور كي هي لمن. بور مون ماري، بور مون ماري لزوجي. إذن تتكلم السيدة هنا فتقول لهذا السيد أريد هذه الألبسة لزوجي. بور مون ماري، سي بور مون ماري، سي بور مون ماري إنها من أجل زوجي. أو بيان بور مون ماري إنها لزوجي. كو فوليفو كيلكو فيتمون. C'est pour qui ? Pour mon mari. Pour mon mari. Pour mon mari. من أجلي، من أجلي زوجي، زوجي. كان ممكن يكون هنا سيد فيقول مثلا pour ma femme، إنه من أجل زوجتي مثلا pour ma femme. أو تقول السيدة مثلا pour mon fils، pour mon fils إنه لطفلي. أو تقول c'est pour ma fille، c'est pour ma fille إنه لإبنتي، إلى غير ذلك. إذن عندنا ك، كار، كوا، كي، كيل، كال، كا، كون، كي، كي. إذن ك، كار، كوا، كي، كيل، كال، كا، كون، كي. كما تلاحظوا بأن هاد كي في الغالب في الكثير من الكلمات أن تكون متبوعة بهد إي، إلا في بعض الكلمات مثلا كلمة سينك، خمسة، سينك أن تكتب هد كي فقط. إذن دون لا بوتيك، دون لا بوتيك يعني في الحانوت. سات شوميز موبلي، سات شوميز موبلي، سات شوميز موبلي، فيت مو أن باكي. إذن دون لا بوتيك في الحانوت، سيت شوميز ك
كأننا نقول هنا هاد القميجة، هاد القميجة ست شوميز، نتكلم عن ست بهذا الشكل. إذا نتكلم عن المؤنث هذه ست شوميز، هاد القميص أو هاد القميجة مو بلي. طبعا نتكلم هنا على فار بلاغ كما نقول أعجب، مو بلي أعجبتني، فات موا افعل لي، أن باكي علبة، افعل لي علبة، المقصود اجعلها في علبة. فات موا أن باكي، جمع لي بشي حاجة، دون لا بوتيك ست شوميز مو بلي، فات موا أن باكي، دون لا بوتيك ست شوميز مو بلي، فات موا أن باكي. نو باسون سو باراغراف دون لوكيل نوز الون فوار دي مو افيك كو. Par exemple, que veux-tu? Que veux-tu? On a indana, que voulez-vous? Mada turidun? On a indana, que veux-tu? Nat sera mefesh l'htiram, sera adia. Idan, que veux-tu? Mada turid? Ou mada turidin? Que veux-tu? La boutique, la boutique, la musique, la musique. Idan, kalimat la boutique, anna tuktab bada shakl. La boutique, مثلا كمحل بيع الألبسة يسمى لابوتيك. إذا نتكلم عن محل تجاري طبعا كمحل بيع الألبسة يسمى لابوتيك. ثم عندنا لا ميزيك، لا ميزيك الموسيقى. ونسويت هنا دي مو افيك كي، عندنا كلمة كي أو كلمات متضمنة لهاد الكتابة. إذا نقول مثلا كيلا، من هنا؟ كيلا، من يكون هنا؟ من الموجود هنا؟ كيلا. ثم عندنا كيتي، كيتي يعني ترك، كيتي اون بلاس يعني انك تترك مكانا. جو كيت ست بوتيك، انا اترك هذا المحل مثلا. كيسكي شونت، من الذي يغني؟ كيسكي شونت، كيسكي شونت، من الذي يغني؟ هاد كي في الغالب أن تكون على الأشخاص، وكو أما كو على الأشياء. مثلا عندنا هنا كو فوتي، ماذا تريد؟ ماذا تريدين؟ إذا عندنا هاد كو في الغالب أن تعني الأشياء، كي أن تعني الأشخاص. هنا طبعا نسأل عن شيء تريده أنت، تريدينه أنت، أما هنا فنسأل عن شخص. كيس كي شونت، من الذي يغني؟ ونسيت هنا ك، ك باغ اكزومبل كاتر، كاتر أربعة، كارونت، كارونت أربعون، كارونت كاتر أربعة وأربعون، كارونت كاتر أربعة وأربعون، كاتر أربعة، كارونت، كارونت أربعون. لو كاتخيام، لو كاتخيام الرابع، عندنا لو بخوميي لو دوزيام أو بيان لو سوكون لو تخوازيام إي لو كاتخيام. لو كاتخيام يعني الرابع، تيجي في المرتبة الرابعة. ثم عندنا كون، كون سيكونت، سيكونت خمسون. مثلا نقول سيكون سانك، سيكون سانك يعني خمسة وخمسون. كون تيغاتو على مير، كون يعني متى، هاد كون متى، كون متى. إيغاتي طبعا راه أين هاد إيغا، هذا سالو فيرب ألي، مصرف كونجيكي أكيل طون، إذا مصرف أي زمان، كونجيكي أو فيتور سامبل، مصرف في لو فيتور سامبل. إذا نقول تو إيغا، تو إيغا أنت ستذهب. كون إيغاتي متى ستذهب أنت؟ على مير إلى البحر. إذا نقول مثلا J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront, ils iront. هم سيذهبون. إذا نتكلم عن المستقبل. إذا طبعا هذا صرف لو فيرب ألي يكون بهذا الشكل. كما تنعرفوا بأن لو فيرب ألي أنه يتلون في الصرف. هذا علاش لو فيرب ألي رغم أنه تنتهي بأو إغ المفروض أننا نوضعوه مع المجموعة الأولى. المجموعة الأولى ديال الأفعال في اللغة الفرنسية أنها تنتهي بأو إغ،
لو فيرب الي يحقق الشرط، لكن من ناحية أخرى أنه يتلون في الصرف، وبالتالي نحن أخذناه ووضعناه في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة من الأفعال في اللغة الفرنسية تتضمن الأفعال اللي ما تقبلاتش في المجموعة الأولى واللي ما تقبلاتش في المجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثانية معروف أنها تنتهي بإي آخ، مثلا لو فيغ فينيغ، ولكن تيحقق الشرط الثاني اللي هو أننا نسمعو دو زيس، نقول مثلا معنو نو فينيسون فو فينيسي إلى غير ذلك. إذا هذه المجموعة الثانية. إذا عندنا سيكونت كون إيغاتو أ لا مير، كون إيغاتو أ لا مير، كون إيغاتو أ لا مير، متى تذهب أنت إلى البحر؟ كون إيغاتو أ لا مير. أنسويت أنا دي مو أفيك لو باكي، لو باكي، إذا نتكلم عن علبة، لو باكي. أون إيسي أن باكي دو سيغاريت، إذا عندنا علبة سجائر. إذا نتكلم عن أن باكي، لو باكي، واسي أن جولي بوكي دو فلوغ، فوالا لو بوكي، لو بوكي. إذا نتكلم عن باقة، باقة ورد، باقة أزهار، بوكي دو فلوغ، واسي أن جولي بوكي دو فلوغ، ها هي باقة جميلة من الأزهار. أونسويت أون ديمو أفيك كوا، إذا عندنا كوا، ماذا؟ كوا، ماذا؟ بوركوا، لماذا؟ كوا، ماذا؟ بوركوا، لماذا؟ سور كوا إيتي مونتي؟ سور كوا إيتي مونتي؟ على ماذا أنت صاعد؟ أنت فوقهاش طالع؟ شني الحاجة اللي عملتي تحت رجليك باش صعدتي؟ إذا فوقهاش طالع أنت؟ ممكن القول مثلا أنا استعملت سلم مثلا للصعود. سور كوا إيتي مونتي؟ Je suis monté sur une échelle. Je suis monté sur une échelle. أنا صاعد فوق سلم. إذن quoi, pourquoi, sur quoi es-tu monté؟ طبعا نتكلم على لو فيرب مونتي. طبعا لو فيرب مونتي هو من الأفعال التي تتصرف مع إتر كما عندنا هنا. إذا كان هذا الصعود تتعلق بالشخص بحال أننا تنتكلموا على الشخص نسولوه أنت بيدك بنفسك فوقاش طالع. إذا طبعا غنصرفوا الفعل، فعل مونتي، فعل صعد مع إتر. ولكن إذا كنا غنسولو مثلا أنت أشنو استعملتي باش طلعتي شي حاجة؟ طلعتي مثلا أون فاليز، أن كارطابل، أن كارطابل مثلا. إذا أشنو استعملتي باش طلعتي محفظة؟ إذا هنا لو فيغ مونتي غيتصرف مع أفواغ، لوكسيليغ أفواغ، وماشي مع إتر بحال اللي عندنا هنا. أونسويت On a des mots avec quel. Quel jour? Et d'un accord maintenant, c'est quel jour? C'est quel jour? C'est quel jour? Ayou yaoumin? Ashman nahar? Quelle heure est-il? Ayou sa'atin hiya? Taba n'a t'kalam an l'heure mu'annata. Akid sa naktub ad quel. Wa laysa hadi. Quel l'mu'annat? Quel l'mudakkar? Naqul le jour. لو جور، إذن كلمة مذكرة. إذن هنا سنقول كال جور، أي يوم، كال أوغ، أي ساعة إتيل هي، أي ساعة هي الآن، كال أوغ إتيل، كالكو شوز، بعض الأشياء، شي حاجة، تنقولو حنا شي حاجة، كالكو هي شي، شوز، لا شوز، حاجة، كالكو شوز، تأتي هاد الكلمتين معا، كالكو شوز، يعني بعض الشيء. شي حاجة. ثم عندنا توك توك. طبعا كما تلاحظوا في هذه الحالة استعملنا لا لاتر سي لكتابة الصوت ك. توك توك. كيف خاب على بورت؟ كيف خاب على بورت؟ من الذي يضرب في الباب؟ توك توك. كيف خاب على بورت؟ من الذي يقرع الباب؟ إذن كيف خاب على بورت؟ شكون تيدق؟ كيف خاب على بورت؟ كاتر سوري غريز. طبعا نتكلم عن لا سوري، الفأرة. هنا عندنا كاتر سوري، أربع فأرات. غريز رماديات، هذاك الشيء قلنا هنا غريز نطقات هاد إس وتنطقات على شكل زاد لأن أتت بين دوفويال.
في المذكر نقول غري سنحذف او اس، سنحذف او اس في المذكر سنقول غري، مادام ان هاد اس ستاتي هي الاخيره لن ننطقها في هذه الحاله في حاله المذكر. اما هنا فنتكلم عن كاتر سوري، طبعا لا سوري كلمه مؤنثه، اذا عندنا جمع هاد المؤنث سنضيف او الخاصه بالتانيث ثم نضيف اس الخاصه بالجمع، اذا سنقول كاتر سوري غريز، اربع فأرات رماديات. كو فوليفو كو فوليفو كو فوليفو، ماذا تريدون او ماذا تريدين او ماذا تريدنا؟ كو فوليفو كلكو شوز، بعض الشيء، كلكو شوز شي حاجه، امونجي شي حاجه للاكل، شيء ما للاكل، كلكو شوز امونجي، اذا كو فوليفو كلكو شوز امونجي، اذا ماذا تريدون؟ شيء ما للاكل، شي حاجه ناكلوها، كلكو شوز امونجي. Voici quatre grains de blé et un peu de pain et un peu de pain. Ha هي أربع حبات من القمح. Ha هي أربع حبات من القمح. Et un peu de pain et un peu de pain. وشيء من الخبز. وشيء من الخبز. Et un peu de pain. وشيء من الخبز. Voici quatre grains de blé et un peu de pain. Quand viendras-tu me voir? Quand viendras-tu me voir? متى ستأتي أنت؟ متى ستأتينا أنت؟ me voir رؤيتي، me voir رؤيتي. إذن متى ستأتي أنت لرؤيتي؟ متى ستأتينا أنت لرؤيتي؟ طبعا عندنا هنا لو فيرب فينيغ كونجيغي أكيل طون، عندنا لو فيرب فينيغ كونجيغي أو فيتور سامبل. Je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Hum seyatoun. Eden, quand viendras-tu me voir? Mata satati anta li ru'yati? Quand viendras-tu me voir? Quand viendras-tu me voir? Quand viendras-tu me voir? Quand viendras-tu me voir? Demain, demain, raden, c'est promis. C'est promis. طبعا ذكرنا فيما سبق هذه العبارة. C'est promis. يعني أنه متعهد. أنه متعهد. يعني أنا أعطيك العهد. C'est promis. طبعا نتكلم عن la promesse. يعني العهد. ومنها le verbe. ومنها le verbe promettre. ومنها le verbe promettre. تعهد. أنك تعطي عهدا لشخص بأنك ستفعل ما تقوله. تفعل ما تعهدت به. إذن عندما تقول سي برومي يعني هذا الأمر أتعهد لك به، سي برومي. ولكن هنا نقولها بعد الصيغة سي برومي، إنه متعهد، هكذا تقال. الذي يهمنا أننا نتذكر الصيغة كما هي، المقصود بها أنني أتعهد لك هذا الأمر. وممكن أنك تقول هذه العبارة في صيغة سؤال، ممكن أنك تقول هذه العبارة في صيغة سؤال. إذا تقول لشخص مثلا كون فياندغاتي مو فواغ، متى ستأتي لرؤيتي؟ سيقول لك الشخص دوما 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 دوما. إذا ستقول له سي برومي سي برومي، المقصود أتتعهد لي بهذا الكلام؟ هل تتعهد بما تقوله؟ إذا سيقول لك سي برومي سي برومي. إذا طبعا الصيغة تبقى هكذا، ممكن استعمالها في الحالتين. أكيلوغ أكيلوغ، في أي ساعة؟ إذا ممكن نقول لشخص مثلا كون فياندغاتي مو فواغ، متى ستأتي لرؤيتي؟ سيقول دوما دوما. إذا فأقول له أكيلوغ أكيلوغ، في أي ساعة؟ في أي ساعة ستأتي؟ أكاتخوغ أبخي ليكول أكاتخوغ أبخي ليكول أبخي ليكول أكاتخوغ أبخي ليكول، مع الساعة الرابعة بعد المدرسة. المقصود هنا après être sorti de l'école، بعد الخروج من المدرسة. après l'école، بعد المدرسة، المقصود بعد الخروج من المدرسة. quand viendras-tu me voir demain c'est promis à quelle heure à quelle heure à 4 heures après l'école pourquoi cries-tu؟ إذا عندنا pourquoi
تتضمن هاد الصوت صوت ك كما طلعتو بوركو. ثم عندنا هاد كخي، طبعا نتكلم على لوفير كخي، ايضا يتضمن هاد الصوت ك ولكن يكتب بالصي. هاد الحاله بوركو كريتي، لماذا تصرخ انت او لماذا تصرخين انت؟ بوركو كريتي، لا اون سوري، هنا فاره. اذا المقصود هنا لا إليا اون سوري، لا إليا، لا إليا اون سوري، هنا هناك فأرة، في هذا المكان هناك فأرة. كيل بوغ، أي خواف، طبعا نتكلم عن لا بوغ، لا بوغ يعني الخوف، جي بوغ عندي خوف. كيل بوغ، أي خواف، أنت خواف، طبعا عندنا هنا كيل بهذا الشكل، رأينا هاد الشكل هذا. كيل جور نقولها للمذكر، إذن هنا أيضا الكلام موجه لطفل وليس لطفلة. لو كان الكلام موجه لطفلة لكتبنا هاد كيل بهذا الشكل، كيل بوغوز، سنقول كيل بوغوز، أي خوافة. إذن نعيد، كو فوليفو كيلكو فيتمون سي بو كي بو مون ماري، كو كار كوا كي كيل كيل كا كون كي. دون لا بوتيك سيت شوميز مو بلي فيت مون باكي. كو فوتي لا بوتيك لا ميزيك كيلا كيتي كيس كي شونت كاتر كارونت لو كاتريام سيكونت كو ايغا تو على مير لو باكي واسي ان جولي بوكي دو فلور كوا بوكوا سور كوا اي تو مونتي كيل جور Quelle heure est-il? Quelque chose? Toc, toc. Qui frappe à la porte? Quatre souris grises. Que voulez-vous? Quelque chose à manger? Voici quatre grains de blé. Voici quatre grains de blé. Et un peu de pain. Quand viendras-tu me voir? Quand viendras-tu me voir? Demain, c'est promis. À quelle heure? À quatre heures après l'école. Pourquoi cries-tu? Là, une souris. Quel peureux. Quel peureux. ثم عندنا هذه العبارات القصيرة، كيلا، من الموجود هنا؟ كو فوليفو، كو فوليفو، ماذا تريدون أو ماذا تريدنا؟ كيلو غيتيل، كيلو غيتيل، أي ساعة هي؟ المقصود كم الساعة؟ إذا نكتفي بهذا، نستأنف فقرة القادمة، حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.